بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وكل أوان ورا ظهر الدهور آمين. وهنئك عزيزي مستمعا كنت أم مشاهدا في ليلة رأس السنة هذه، ما هي إلا ساعات قليلة ونطوي صفحة عام لكي نستقبل صفحة عام آخر. السنة الجديدة ربنا بيبعتها لك صفحة بيضة مش مكتوب فيها حاجة، وينتظر منك أنت أيضا ماذا ستكتب في هذه الصفحة. أريدك أن تقول مع الأب الكاهن في صلاة القداس الإغريغوري: أكتب أعمالي طبقا لأقوالك. لو جلسنا نتحسر على امبارح هيضيع مننا النهاردة، ولو جلسنا ننشغل ببكرة هيضيع مننا النهاردة. فكانت حكمة رب المجد القائلة: يكفي اليوم شره، كفاية عليك حمل يوم. فمرة تدخلت في شجار بين زوج وزوجة، فقلت لهم: انتوا الاتنين، واحدة بصة على امبارح كانت ايه، والتاني باصص على بكرة خايف من ايه، فضاع منكم النهاردة. فالمهم ان احنا دلوقتي في الساعات القليلة ليتنا نتأمل ولو قليلا. اختار لك الروح القدس آيتين في الكتاب المقدس، قد تكون كل منهما مناسبة لهذه المناسبة. تثنية 11:12 يقول الرب: عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها، يعني 365 يوم وربع، وعين ربنا سهرانة. أنت تنام أما هو فلا ينام، أنت يغمض لك جفن أما هو فلا يعطي لنفسه نوما ولا لأجفانه نعاسا ولا راحة لصدغه حتى يطمئن عليك. اكتبها عندك تثنية 11:12. الآية التانية في أرمية أصح 5:31 يقول الله: وماذا تعملون في آخرتها؟ العام القديم أوشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ومن ثم يقفل راجعا، وإذا أعطاك ظهره بعد سويعات قليلة لن يعطيك وجهه مطلقا. هيج 31:12، بس مش سنة 2010 ولا 2011 ولا 2012، يجي بتوقيت تاني. يعني اليوم بتاع النهاردة مش يتكرر في الزمان مرة تانية. يا ترى نقدر ان احنا نستفيد بهذه اللحظات؟ اليهودي القديم كان يحتفل برأس الشهر لا رأس السنة، لأنه كان يحس أنه يعيش في ظلام تحت ضوء القمر منتظرا بزوغ
شمس البر والشفاء في أجنحتها. جاء المسيح له المجد ورفع لنا هذا الشعار الوارد في لوقا 4:19 والمأخوذ من إشعياء 61:2، أكرز بسنة مقبولة للرب، أكرز بسنة الرب المقبولة. هل يمكن أن يكون العام الجديد الذي سيبدأ بعد ساعات سنة الرب المقبولة، أو سنة الرب أو سنة المقبولة للرب؟ لقد كانت هذه الكلمات تتميما للنبوءة كانت عن سنة اليوبيل الوارد ذكرها في سفر اللاويين أصحاح 25:8-17، إلا أن هذه السنة كان يمكن أن يشرق عليها شمس 50 سنة ويغرب من عليها قمر 50 سنة. لكن احنا نشكر ربنا ان السنة بتجيلنا كل سنة. في قصة رمزية بتقول ان واحد كان ماشي في بيداء او صحراء قاحلة جرداء ولقى اسد بيهجم عليه، فطلع يجري من قدام الاسد، وعرف ان هو مهما جرى اكتر مما يجري الاسد سيعدو خلفه اسرع منه وسيقتنصه. فلقى شجرة راح طلع يجري، طلع فوق الشجرة، الاسد هنا ما قدرش يطلع وراه، فضل يطلع لحد ما تعلق في فرع من فروع الشجرة ووجد نفسه في مأمن من هذا الأسد. طبعا لما كده لقى نفسه ارتاح وبقى ريلاكس، قعد يبص حواليه وبعدين بص تحته، لقى ان هو الفرع ده بيطل على بير عميق. نظر في عمق هذا البير وجد تنينا جوه البير، فكانت النتيجة ان هو خاف فأراد ان يغير مقر اقامته وموطئ مقعده، بدل ما يبقى فوق البير على طول يبقى في الفرع التاني لما يطلش على البير. وفيما هو قد هم بهذا لقى انه قدامه خلية نحل مهجورة تركوا فيها العسل، وبعدين لقى الفرع اللي هو واقف عليه في فار من الناحية دي وفار من الناحية دي. الفار اللي من الناحية دي لونه أبيض والفار اللي من الناحية دي لونه أسود بيقرضوا في الفرع، فخاف أكتر ورأى أن العدو السريع من هذا الفرع يكون مأمنا للنجاة. لكن نسي ده كله لما لقى العسل قدامه قاعد ياكل من العسل. فلما كل من العسل كان الفأر الأبيض والفأر الأسود قد انتهيا من قرض الفرع، فهوى الرجل من فوق الشجرة إلى عمق البئر فالتهمه التنين. فبعدما كان مهددا بأن يموت بين أنياب أسد أصبح الآن داخل فم تنين. قصة دي قصة رمزية. الأسد اللي بيتربص بينا هو الموت، وتكون النتيجة ان احنا نتعلق في بعض الامور فنصعد على فرع شجرة ونظن ان فرع الشجرة قد حمانا من هذا الاسد.
لأن هذا الفرع يوجد فرع أبيض وفرع أسود بياكلوا فيه. الفار الأبيض يرمز إلى النهار، والفار الأسود يرمز إلى الليل. دول بياكلوا في الحياة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. من كتر الدقايق والثواني ما بنحسب لهاش، لكن ما أسهل أن تكون حياة الإنسان متوقفة على ثانية من هذه الثواني. فبيقعد النهار الفار الأبيض والليل الفار الأسود يقرضوا في الفرع، وبعدين تكون النتيجة إن الفرع بينهار، بسقط في البئر اللي هي العالم الآخر. أجد نفسي أمام التنين اللي هو الشيطان فيلتهمني، وأسمع ذلك الصوت المزعج الذي يقول إلى الموضع المعد لإبليس وملائكته: إيه اللي نساني اليوم بفأره الأبيض والليل بالفأر الأسود؟ إن في عسل قدامي. العسل اللي قدامي بيرمز للخطية، بيرمز للشهوة، بيرمز للغريزة، بيرمز لحب العالم، لأعداء العالم. فتكون النتيجة من كثرة شغفي بأن أملأ كل جعبتي من هذا العسل تنتهي حياتي دون أن أدري، فأهوي إلى هذا البئر ومن ثم إلى فم التنين. في مرقس أصح 13 في علامة استفهام واحدة: جلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقون في الخزانة. كيف؟ عشان كده عايز احط كيف دي اللي جت في قصة رب المجد مع المرأة صاحبة الفلسين في أسئلة ثلاثة. سؤال الأول: كيف تودع عاما؟ سؤال الثاني: كيف تستقبل عاما؟ سؤال الثالث: كيف تحيا عاما؟ سؤال الأول: كيف تودع عاما؟ الساعات اللي فاضلة دي عايز منك تلات قعدات أو تلات جلسات، جلسة مع النفس، جلسة مع الله، جلسة مع الكتاب المقدس. نبتدي في أول قعدة، نقعد الجلسة الأولى مع نفسك، حاسبها، عاتبها، عاقبها. حاسبها على كل تقصير انت قصرته في حق ربنا، في حق الناس، في حق الكنيسة، في حق العشور. ما تسمحش انك انت تدخل السنة الجديدة وفي جيبك حاجة من حقوق ربنا وما وصلتلوش. لازلت اذكر هذا الشماس التقي. كان يوم حد في الكنيسة، وكان يوم 31 في شهر من الشهور، وكنت وحدي جوه الكنيسة. لقيت الباب بيخبط. طب ما احنا خلصنا القداس واللي كانوا موجودين كله مشي، مين اللي جاي دلوقتي الساعة 8 9 بالليل؟ فاروح تفتح باب الكنيسة، لقيت هذا الانسان اللي اعرفه جيدا فهو شماس مبارك. بقول له: خير، انت نسيت حاجة يعني في القداس الصبح جاي تاخدها؟ لا، اصل انا كتبت الشيك بتاع ربنا وجاي عشان احط. قلت له: يا سيدي تعالى بكرة، تعالى الحد الجاي. قال لي: عشان ما يدخلش علي الشهر الجديد وحق ربنا موجود معايا.
انت كده اعمل كده في السنة الجديدة، عاقبها على كل شر وعلى كل شبه شر انت قد صنعته. ده كانوا بيقولوا للمسيح: لماذا فعلت بنا هكذا؟ انت قول للنفس البشرية: لماذا فعلت بي هكذا؟ حاجة التالتة، عاقبها على الخير اللي عدى عليك فرصته ولم تعمله، لأن الفرصة ذات قدم واحدة تعدو وتذهب راجعة ولكن لا تعود. عشان كده اوعى تعتبر الخطية فرصة، لكن اعتبر الخير اللي بيجي لك لحد عندك وما بتعملوش فرصة ضاعت منك. ماذا وكيف تود عاما؟ الحاجة التانية، انك جلسة مع الله بعد جلسة مع النفس، اكشف امام الله ذاتك ليكشف الله ذاتك امامك. انا يا رب ضعفي وعجزي وجهلي، انا يا رب اكشف نفسي قدامك ازاي؟ انا انسان فقير وغريب ووحيد وجاهل واحمق، اكشفني يا رب قدامك واسترني عن كل العيون ما عدا عينك وعيني، عشان اقدر اكشف نفسي قدامك وقدام اب اعترافي. اشكر ربنا من خصمك وعدوك الشيطان، العالم، الخطية، الذات، اللذة، الشهوة. لقد قال القديس الأنبا مكاريوس: إن دنا أنفسنا رضى الديان عنا. وقال أيضا: أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكم عليك. كن أنت وكيل النيابة، ما تبقاش المحامي اللي هو الخصم الشريف اللي عمال تنخرب مع نفسك: ايه عيوبي، اخطائي، ضعفاتي اللي انا اقدمها قدامك يا رب؟ ثم تجلس مع الكتاب المقدس لتقول مع بولس الرسول في اعمال 9: ماذا تريد مني يا رب ان افعل؟ تعهدات فمي يا رب أباركها. يوحنا 1:1 يقولك: في البدء كان الكلمة. احنا في الختام لسه، البدء فاضله ساعات، فليكن عندما يبدأ البدء كلمة الله تكون نصب عينيك فتقرأها وعلى شفتيك فترددها وداخل أذنيك فتسمعها وفي داخل عقلك فتستوعبها ثم تستودعها قلبك. في اصحاح 10 من انجيل معلمنا لوقا البشير بيقول: ولما رجع الرسل حدثوه بجميع ما فعلوا. انت اقعد احسب من يناير اللي فات لحد دلوقتي، زعلت ربنا في كام موقف؟ إذا كان الصديق يسقط 7 مرات، أمال أنا أسقط قد إيه؟ إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فالخاطئ والشرير أين يسهران؟ ولما تلاقي الحكاية تقلت عليك ويسقطك الشيطان، يسقطك الشيطان في براثن اليأس، قل له: لا، ابعد، ده طالب مني أسامح أخويا 7 في 70 كل يوم، يعني 490 غلطة في 365، أنا ما عملتش كده. هو هيسامحني على كل اللي عملته طالما أنا ما وقفتش جنب اللي عملته، وقفت ضد اللي عملته.
ده سؤال الأول اللي أنت الوحيد اللي تجاوب عليه، كيف أودع عاما؟ السؤال التاني، كيف أستقبل عاما؟ التلات فضائل، إيمان، رجاء، محبة. أول حاجة في الفضائل التلاتة الإيمان، يعني ربنا اللي ستر الماضي هيستر اللي جاي. أنا سني 63 سنة، 63 سنة ستر، معقول هعيش كمان 63 سنة؟ هلاقي ربنا وقف جنبي وهيستر. طب ده أنا اختبرتك يا رب 63 سنة، وممكن أبقى متأكد منك كمان 63، اللي باقي أقل من اللي فات. عشان كده القديس الأنبا إبراهام كان عنده صلوة جميلة، يقول اللي ستر ما مضى يستر ما بقى، اللي ستر ما فات يستر ما آت. ما آت يعني ما هو قادم، مش ميات يعني. الحاجة التانية، خلي عندك رجاء. يا سلام على شكوى الناس لم يعودوا يتكلم على زمان وخير زمان وناس زمان وعيشه زمان، ونعيب على الزمان والعيب فينا. لا يا حبيبي، النهارده احسن من امبارح، وبكره احسن من النهارده. ده ازاي؟ لو كان عندك رجاء فالله اللي هو بتاع أمس واليوم وإلى الأبد. فضيلة التالتة، فضيلة المحبة. اوعى تسمح لنفسك تدخل للعام الجديد بالعبل بتاع العام القديم، خصام، حقد، كره، حب انتقام، انسياق وراء الشر، انقياد وراء أخطاء العيون، تلذذ بالأخبار الفاسدة عن خصم أو عن عدو أو عن كاره. لا، اتخلص من ده كله، طلعه من حياتك قبل ما تدخل جوه حياة السنة الجديدة. سؤالنا الثالث، كيف تحيا عاما؟ ازاي تعيش عام جديد؟ يا ترى في خارطة طريق ل 365 يوم موجودة في عيد الميلاد اللي فاضله 7 أيام، موجودة في هدايا المجوس ذهب ولبان ومر. عشان تعيش عمرك كويس، خلي التلاتة دول، الذهب، أن تقدم لله مادياتك، اعتبر ربنا شريك في رأس المال، واعتبر ربنا شريك في الربح. ما انت لو كنت في خسارة هترغم ربنا ان تخليه شريك ليك في الخسارة، وتقعد تطلب منه ازاي ان هو يرمم تصدعات موقف حياتك. طب لما تبقى في المكسب، قدم لربنا الذهب، مادياتك. ربنا بيعطي الكل وينتظر الأقل. ونحن نقول مع سليمان الحكيم، لأن منك الجميع ومن يدك يا رب أعطيناك. مخطئ من ظن يوما أن الكنيسة عندما تطلب من الله، من الناس، الهبات والعطايا والتقدمات والحسنات لكي تزداد هي تخما وشبعا، أبدا. أنا بذكرك بمديونيتك على ربنا، ده الذهب واللبان. إذا كان الذهب هو ماديات الإنسان التي يقدمها لله، فاللبان هو روحيات الإنسان، لأن اللبان هو حبات البخور.
اللي لما ترتبط بالنار ما تبقاش حب، تبقى بخور متصاعد. نقول فيها مع المزمور القائل: لتصعد صلواتي كالبخور قدامك. يبقى صلواتك كالبخور قدام ربنا، فتقدم له روحانياتك، تقدم له ثمرة الجسد في الذهب، وتقدم له ثمرة الروح في اللبان. أما المر فهو جهاديات الإنسان، كل أنواع الجهاد التي تبذل من أجل الله، سواء جهادك مع نفسك لأجل نفسك، أو جهادك مع نفسك من أجل غيرك، أو جهادك مع نفسك من أجل أن تكون مرضيا أمام المسيح الذي يوما ستقف أمامه في كرسي الدينونة. المر طعمه مر، لكن ريحته حلو، ودايما بيتخذوه من العنبر اللي بيطلع من حيوان الحوت، فيدي الطعم الجميل، الريحة الجميلة. وكما قلنا عن اللبان، ان اللبان لو انت فصلته عن جمرة النار سيظل لبانا. امتى يبقى بخور عطر؟ لما تحطه فوق جمرة نار. لو تحط روحياتك على جهادياتك سوف تقول: وطار واحد من الملائكة وأخذ جمرة نار لكي يقدمها أمام المذبح مع صلوات القديسين. فالبخور هو صلوات القديسين. عشان كده لما بنقف قدام الصور ونعطي بخورا، قدام أبائنا الأساقفة ونعطي بخورا، نحن نرجو في هذا التصرف أن تمتزج صلواتنا الصغيرة الضعيفة القليلة بصلوات القديسين، هؤلاء الذين نريد منهم أن يساندونا بصلواتهم وأدعياتهم. كيف تودع عاما؟ كيف تستقبل عاما؟ كيف تحيا عاما؟ ثلاث أسئلة حط انت الإجابة عنها النهاردة، فلتكن بركة الرب معك ومعي من أول السنة إلى آخرها، ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.